حياكم الله مشاهدينا الكرام، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج الفرات داركم. إن شاء الله تكون الفقرات العديدة والمحور اللي نتحدث به ينال طموحكم وحسن متابعتكم. مثل ما تعودنا دائما ببرنامج الفرات داركم، قبل ما نبلش لازم آمنة ترحب وعلي يرد الترحيب. هالمرة كسرنا القاعدة، سوينا الكوتة لكم بما أنه إحنا تصدرنا خلنا لكم كوتة لكم. الله أنتم من سؤالة، بس الله شوية يهديكم علينا، إحنا الزلم إحنا بخير والله. الله هادينا انت له، الله يهديكم علينا. شلون عافيتك؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يسلمك. تحيه طيبه لكل متابعينا ومتابعي الفرات والفرات داركم وين ما تكونون. اكيد نحييكم باجمل التحايا وكثيرا من الامور المهمه اليوم بطريق النجاح، لكن النجاح مو معناها انه انت اول ما تخلي رجلك على البايه الاولى تريد مباشره شبيك لبيك تصعد للبايه العاشره. اكيد كثير من الخطوات المهمه اليوم تكون اساس وسر في نجاحنا. اكيد يمكن النجاح يحتاج لفد محارب بيتحمل كثير من الصعاب اللي تواجهه بمشروع اللي ممكن هو يطمح يحققه. لذلك نشوف دائما اللي يحقق النجاح يكون بعد تحقيقه للنجاح ياخذ فتره من الراحه، فتره من الاسترخاء، على اعتبار واجهته كثير من الضغوط، واجهته كثير من الخيبات، واجهته كثير من الطعنات. لذلك يقول لك انت تريد تعرف روحك ناجح، اعدائك راح يكثرون. نروح الفاصل. حلو. الفاصل ونرجع. عامنا اكيد عندها تعليق، خليكم ويانا. العراق حلو بناسه واهله ومناطقه وبكل شيء ممكن يمر عليه، هو يبقى حلو ومزدهر بشبابه. انا يعني كان تعليق على كلامك انه احنا ليش دائما كل شيء بحياتنا انه انت تقول لك لازم تدخل يعني حرب او تحارب، ليش ما انه عمليه منافسه تكون؟ ليش دائما يعني منطلق الحرب يكون في كثير من هذا المصطلح؟ هذا المصطلح اللي احنا انه انت لازم تحارب من اجل النجاح، لازم تحارب الى ان توصل للمكان اللي انت تريده، لازم تحارب على ما تطلع من السادس اعدادي. حتى المرضى لازم تحارب المرض، يقولون عن اللي يعني يواجهون يقول عليه محارب. لذلك هذا المصطلح اعتقد انه شوفوا هو من نقول محارب لان انت هنا يعني كل ما عندك من طاقه تبرزها في سبيل تحقق هذا الهدف. جيد. فاللي يبرز كل هذا الطاقه، شوفي الجندي بالمعركه او القائد بالمعركه كل الامكانات اللي عنده يحاول انه يستخدمها حتى ينتصر. حلو، لكن بالنجاح ليش ما نستخدم مصطلح انه انا اليوم انافس؟ المنافسه حلوه تكون يعني بها اختلاف عن موضوع المحاربه، المحاربه اما انه تطلع قتيل من المعركه او انه انت اليوم تفوز، وبالتالي خلينا نقول انه عمليه المنافسه اليوم وهي اللي هي تكون سر واساس نجاحنا اليوم بكل المحاور او بكل المجالات. اذا كانت المنافسه شريفه فاحنا نقول عليها منافسه، اذا كان هو يريد يحقق هذا الهدف ويريد ينجح لكن اكو ناس ما تريده يوصل وما تريده يكمل، لذلك نقول علي محارب يبعد كل ذولا حتى يحقق هدفه. لذلك حتى احنا نحقق اول فقراتنا بالبرنامج مشاهدينا الكرام لاهل الكرم واهل الاصل واهل السياح والطابق والمصموطه والزوري الغزل اللي واضح لاهل العماره بعد اهل العماره. يا عمارتنا العزيزه، هاي انتقاله لك ونتعرف على حكايه ميسان العظيمه ونرجع، خليكم يعني. العمارة مركز محافظة ميسان، موقعها الجغرافي يطل على ضفاف نهر دجلة وتبعد حوالي 50 كيلومتر عن الحدود الإيرانية العراقية وبضعة كيلومترات عن منطقة الأهوار. يقدر عدد سكانها بنحو 550 ألف نسمة وهي ذات غالبية مسلمة، كما كانت سابقا مركز هام لتواجد الصابئة واليهود في العراق. أما التسمية فاختلف المؤرخين بثلاث آراء. الأول أن التسمية ترجع لعام 665 للهجرة
خلال حكم العثمانيين للعراق، وهو أنه خليط من العشائر سكنت هذه المنطقة وعمرتها. أما الرأي الثاني فيرجع بالتسمية إلى أوائل العهد العباسي نسبة إلى عمار بن الحمزة، وهو الرأي اللي رجح المؤرخ مصطفى جواد. أما الرأي الثالث فإن هذا الاسم يطلق على نهر دجلة اعتبارا من صدر نهر الغراف حتى ملتقى بنهر الفرات، وسبب هاي التسمية إنه الحكومة العثمانية أنشأت عمارة بالمحل اللي بنى به مركز لواء الكوت الحالي، لتكون هذه العمارة مرجع رسمي للعشائر الساكنة بهذا الطرف. وأكو من يقول كانت نسبة لأحد شيوخ العشائر الشيخ عمار العذاري من ربيعة العدنانية. أما ميسان فهي دويلة نشأت بجنوب أرض بابل تحت حماية دولة السلوقيين سنة 247 قبل الميلاد، حكمها 23 ملك ما يقارب 3 قرون ونص. وميسان بالآرامية معناها المستنقعات، وبميسان أكو قبر النبي العزير وهو مقدس عند اليهود وعند المسلمين، وأكو ضريح الشريف عبد الله بن علي بن أبي طالب بمنطقة قلعة صالح تحديدا، وقبر الشاعر الكميت بن زيد الأسدي، وسميت ناحية كميت بهذا الاسم نسبة إلى. إذن هذه العمارة وأهلها وطيبتهم، وأكيد مناطقها الجميلة جدا اللي ذكرها وتغزل بها علي. علي، أكو فد يعني قول الإمام علي عليه السلام يعني جذب انتباهي بهذا الموضوع، لأن الصديق إلى دور اليوم بسبب يكون نجاحك أو فشلك بأي يعني بأي طريقة أو بأي مشروع كان. يقول إنه استشر عدوك العاقل واحذر صديقك الجاهل، يعني نالة تتوقف عندها وتقرأها أكثر من مرة، بحيث أنه يعني أنت اليوم عدوك ممكن أنت اليوم تتوجه له وتستشيره لكي أنه هو ذو عقل ذو حكمة ممكن يوجهك للطريق الصح، لكن احذر من يكون عندك صديق جاهل يخليك لا يمنى ولا يسرى، وبالتالي يضيع الامور كلها. صديق حسود ممكن يكون يعني اكيد اصدقاء يعني يحسدك اذا انت صرت فد مكان معين، اذا استلمت فد مسؤوليه مرت بك هالامور. يعني شخصيا انا حتى اذا امر بها اتجاوزها باخلاقي مثل ما يقولون، لكن شوف ممكن عندي اصدقاء يعني واحد من الاصدقاء المقربين لي يمكن دائما اشوفه من يخلوه بمكان معين، مثلا اذكر من عندهم صديقنا ايهاب يداوم ويانا بدوامنا الثاني، دائما من يصير بفد مكان هو على اعتبار يقدم خدمه للناس بهذا المكان، لكن اكو ناس يعني مثل ما اقول داير ما حوله يحاولون انه يخربون العلاقه اللي ما بيناتهم، ممكن يشتتون العلاقه، ممكن يخربون عليه شغل، ممكن يخلقون فد اشياء هو ما حاكيها. ليش؟ حتى هذا الشخص لين مبدع بعمله، لان هو جاي يقدم فد اشياء ايجابيه، يجي واحد يحفر له مثل ما يقول احنا. أكيد. للاسف وهذا هواي موجود بمجتمعنا، يعني دول اصدقاء السوء موجودين بكل مرحله من مراحل حياتنا، بكل مجال من مجالات حياتنا، لكن يبقى صاحب الهدف لا يلتفت الى مغريات الطريق. وبالتالي احنا نقول حلو من يكون عندك صديق يكون مهم بحياتك، يعطيك طاقة إيجابية وتحس أنه هو يعني روحك وجسدك بنفس الوقت. يعني أنا أقول أنه هيك أصدقاء ممكن نحن نحافظ عن يعني عليهم، وبالتالي اليوم ينطيك في الطاقة إيجابية للنجاح إن كنت اليوم بمشروع معين أو بمسار حياتك الاعتيادية. طبيعة الحال إحنا نحاول نغطي بقية فقراتنا. أكيد. عزيزتنا آمنة. مشاهدينا الكرام، نروح إلى زميلتنا ابتسام، عدت لنا فقرة عن قراءة الكتب لكن بطريقة مختلفة عن عرض الكتب وشون واحد يروح يقتني هذا الكتاب. خلونا نروح نتعرف على هذه القصة ونرجع خليكم معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة أو خلينا نقول ستوري جديد من برنامج الفرات داركم. نعم، مثل ما عودناكم كل يوم قصة مميزة، مثل ما عودناكم نشوف حركة الناس كلش طبيعية، الناس فرحانة، أكو حركة وأيضا انسيابية بحركة الناس، فهذه الأجواء يعني أنا ما أعرف الحقيقة شلون أعبر عنها، لأن لأول مرة أجي بهيج وقت
أشوف هذا الكم من الناس، تفاعل الناس، لهفة الناس أنه اليوم تنتقي وتشتري كذا كتاب. طبعا اليوم أحمد صعدنا بالعبارة صاحب قصة اليوم، ورايحين حاليا وأيضا متوجهين لمكان عمله أو خلينا نقول مشروعه. أقدر أعتبر هذا المشروع حصريا لأحمد صاحب هذه المبادرة، مبادرة بيع الكتب على النهر أو على أطراف النهر. أحمد، هسه احنا بعد ما جينا المكان رتبنا الكتب زين، وين ناوي تقعدنا اليوم؟ طيب أحمد، هسه احنا شفنا واحنا منتقلين بالعبارة اكو مسافة يعني تعبر يلا توصل لمكانك، اللي يريد يندل أحمد اليوم ويجي ياخذ لك كذا كتاب من أحمد شلون يجي؟ عن طريق شنو؟ هو مثل ما عبرنا احنا، اذا كان من يعني من صفحه الرصافه ينتقل من العباره مقابل تمثال المتنبي يعني. اما اذا يجي من الكرخ فهو المكان واضح، يعني يجي يم العباره يلقاني موجود انا. حلو، اليوم نشوف احد شبابنا ماخذ على عاتقه مسؤوليه نشر الوعي، نشر الثقافه. مشروعك باحدى المناطق الشعبيه خلينا نقول وين صار؟ والله هو فكره، يعني هي كفكره استثمار مثل ما نقول، انطلقت بمدينة الصدر تحديدا بشارع الفلاح. الصراحة أنا انصدمت بأول يوم أروح به كمية الناس، ويعني كان أكو تفاعل؟ تفاعل كلش كبير، بس انصدمت مرة ثانية بالمحلات اللي موجودة، اللي صار يعني البسطية هذه صارت مقابلهم إنه رفضوا الموضوع، إنه ما يصير إنه واجهة محل وأنت سديت واجهة محل وكذا، وهاي الأشياء اللي سلبية واللي لازم ما تنذكر بس لازم نوضح. فشفت انه المشروع هناك نجح بيوم واحد، انا ثاني يوم ما قدرت اكمل، هاي المشكله وهذا المشروع كله، فانتقلت مباشره هنا. أنا كانت اكو خطه بديله؟ اي اكو خطه بديله، فكره اكثر يعني احتمال لو باقي انه هناك ماكو شخص يجي يصير بصف يفتح، لان ماكو الى مكان. اما هنا مثل ما تشوفون يعني مكان واسع، كلها تقدر تجي هنا وتستثمر هذا المكان. كل احنا اكيد مسافرين، اذا مو دوله اوروبيه دوله عربيه، وكل الدول ما شاء الله انه عندها استثمار لنهم، يعني تشوفين كل الكازينوات والمطاعم تكون على ضفه النهر على الجرف مثل ما نقول، الا بغداد. بغداد المشكله، هذا الموضوع يعني اوجه به رساله للغير معني قبل المعني، لانه اكو مكان مجاني جيب فكرتك انت واستثمرها بهذا المكان، لانه يعني حرام مثل هيك منظر يكون بهذا الخراب يعني لانه مهمل. اما موضوع الترميم اللي موجوده هذه لا، يعني دائما اشوف كل اسبوع انا اجي هنا اشوف اكو ترميم جديد، كل اسبوع اشوف انه اكو شيء تقدم عن جديد. شلون جتك الفكره بهذا المشروع؟ والله الفكره يعني احنا كشباب لازم يكون عندنا توجه بالرساله، رساله دينيه، رساله فكريه، رساله عمليه. انت شنو الرساله اللي تقدمها للمجتمع تفيدها؟ تفيد الأعمار يعني بدون مقياس، الكبير قبل الصغير والصغير قبل الكبير. فشفت هاي الفكرة إنه ما حد مسويها قبل، ولا واحد متطرق لها مثل ما نقول، لأنه شفت فكرة الاستثمار من تكون مجانية تكون أحلى. فأنا شفت مكان مجاني وقلت أستثمره، واستثمرته بهذه الطريقة. طيب مشروعك أول ما بلشت به كان به تفاعل من أصدقائك، من ممكن زملائك اللي كانوا وياك بشارع المتنبي تحديدا غير هذه الجهة؟ أكيد أنا أول مبادرة يعني كانت من أصحاب دور النشر اللي هم أصدقائي، الكل تبرأ بعدد كتب إنه هاي تكون مجانية لك حتى تخليها على هذا المكان اللي فتحته الجديد، غير إنه يعني مثل ما نقول شاركوا البوستات والستوريات على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب هم فد يوم يعني تعرضت لضغط معين، صار عندك ضغط مثلا بالتزاماتك وقلت خلاص لازم اتخلى عن مشروعي او اتوقف عن مجيء الشارع المتنبي واكون بهذه الاجواء؟ يعني انضغطت بالوقت؟ والله انا يعني كل اسبوع يصير عندي يعني ضغط بالوقت الصراحه، بس ما اتنازل ابد انه لازم اكون موجود، يعني حتى لو اكون اخر ساعه او اخر نص ساعه لازم اكون موجود.
إذن هذا هو عملية اغتنام الفرصة من أجل اغتنام كتاب لتوسعة الفكر والنطاق تفكيرك، وأكيد هذا راح يكون سر من أسرار نجاحك. كل ما توسعت بموضوع القراءة يا علي، قراءة موضوع كلش مهم، يعني تعطيك اليوم خبرة بالحياة. طبعا. إحنا لين إيش قد يعني خلينا نقول قد عندك خبرة بالحياة، لكن بعدها تحتاج إلى أن شخص يضيف لك بعض الأمور، بعض النصائح أنت يعني قد تكون تجهلها، يعني ما من الممكن تحوي كل المواضيع في آن واحد. طبعا يمكن الكتب هي تجارب، يعني كل كتاب هو تجربة كاتب، وشوف مرات هذا الكاتب يحاول أنه ينقل يا أما تجربته الخاصة يا أما تجارب هو شافها ويحاول يجسدها يا أما برواية يا أما بقصص. فشوف دائما اكو هسه بالجديد هواي من الشباب شغوفين بهذا الجانب، يحبون يطلعون يقرون قصص ثقافات شعوب، يمكن حتى احنا مرات نشوف فيلم نتعلم منه فكره معينه او ثقافه معينه، هي حتى الافلام هذه بعض الروايات اللي صارت عباره عن نقل الواقع الموجود بتلك المدينه الكتب. نعم لا والكتب يعني شوفين اكو روايات صارت افلام بها ثقافات شعوب، بها عادات وتقاليد يمكن احنا ما مطلعين عليها ما نعرفها، لذلك هي معرفه. يعني اللي يقرا كتاب اعتقد اذا كان كتاب عن مدينه معينه هو كانما مسافر لهذه المدينه فعلا. وهذا احنا اليوم اللي نحكي به انه لازم نعرف كل شيء، يعني حرام واحد لحد هسه مثلا العماره ما يعرف ليش صارت او اسمها عماره، مثل ما انتقلنا بهذه الفقره وعرفنا ليش صارت اسمها عماره. الناصرية مثلا عندنا الشاطرة أبسط مثال، يلا سؤال من الأقضية الحلوة، ليش اسمها الشاطرة؟ يعني كنت أتمنى لأن الشطرة عن طريق نهر الغراف يشطرها بالنص، يعني هاي مثال بسيط. لا يمكن أكو هواي مناطق سمت على أسماء شخصيات، سمت على أسماء نساء ممكن. حلو انتقلت يعني بموضوع النساء. علي اسالك سؤال صريح يعني واريد اجابه صريحه. الله انا خاف منك ومن اسئلتك كامله. جيد. احنا نقول انه وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. امراه اعظم. لا عظيمه هسه اعظم. الله الا تخلي بيها كل إن... امراه عظيمه من يكون؟ علي الغزي. يعني انت اليوم طبعا الرجل ممكن الناجح تساعد المراه بعملها طبعاً. ممكن ان انت تكون اليوم يعني احد المقومات الاساسيه والمهمه في في نجاحها. شوفي كل رجل ناجح انت ذكرتيها لازم تكون وراء امراه ناجحه وداعمه، يعني ايش قد افرح اني شفت واحد من الشباب مشتغل استطلاعات بسيطه بكاميرا التليفون يساله الى الامراه اللي وهبتك حياتها شنو تقول لها؟ اغلبهم اللي علق على اللي بعد ما متزوج مثلا ذكر امه ودور امه شلون ربته وتعبت عليه، لكن اللي لفت انتباهي احد الرجال قال اني هذه الامراه اللي وقفت وياي واللي دعمتني واللي تحملتني واللي صبرت علي هي زوجتي، يعني ايش قد افرح من اشوف واحد هو مطع تبار زوجته، لان زوجته صبرت وياه وتحملت ظروفه وسفره. يمكن يوم امس كان معانا ضيف استاذ ذكروني بي اللي كنا انا وياك موجودين استاذ يونس خنيس ايوه شو اسمه؟ لا عاد مو انا وياك نورس نورس والله نسيت ذكرني المهم ذكرني مصطفى ذكرني فتحدثت وياه على اعتباره يعني يطلع يعني يصور افلام يتاخر بتصوير هذه الافلام اشهر، فانا حاولت اساله هذا السؤال عائلتك شنو اللي تنتظره من عندك؟ يعني شلون أزهر خميس تحياتنا إلى عزيزنا أزهر خميس، شلون يعني نمشي هذا الوضع؟ فشكر زوجته لأن هي مقدرة هذا الشيء. فشلون نجح؟ نجح من زوجته صبرت. اليوم أنت مثال، أنا ليش أروح بعيد؟ والله نجاحات زوجك أستاذ حدر وجه له التحية والآن هو خارج العراق، نجاحاته منين اجت؟ من دعمك له، من انت عينك على البنات وعينك على اطفالك وعينك على شغلك. يعني انت ما شاء الله يعني مرات اقول اغبطك انا ما حسدك والله. اقول الله يعطيك الصحه والعافيه. اجمعين يا رب. لكن نشوف انه الامراه الناجحه ده تتجسد قدامي بامراه دعمت رجل هو جاي يكمل مشواره الدراسي وانت جاي دعمي، لو غير مره من هذين لا شنو يسافر لازم ياخذني وياه، ولو انت رحت مره مرتين ها لازم ياخذني وياه كذا، ما اعتقد راح يصير عرقله بهذا الشغل وما راح يحقق منجز. هو النجاح اللي انت اليوم تحققه داخل عائلتك هو ما محسوب لشخص الفلاني او لشخصه هو بالتحديد، هو اليوم محسوب للام للزوجه للاطفال، لان هم اليوم كلهم يعني هم اساس بنجاح هذا الشخص، لان كلهم
كلكم اليوم وقفوا بجانبه، يعني كل من يقف بجانب بمكان معين، انه من باب المواساة، من باب الدعم، من باب التحمل، وهذا كله اكيد يعود الى التربية الاساسية والتربية الصالحة للاسرة الصالحة. خلينا ننتقل ويا علي. يلا علي انتقل لعلي. نروح لعلي سعد، زملائنا عدونا رسالة زميلنا علي سعد عن عصائغ ذهب، نتعرف على هذا الشغل اللي هو ايضا ابداع وصناعة، ونرجع خليكم ويانا. حياكم الله اعزائي المشاهدين ومتابعي برنامج الفرات داركم. اليوم راح ناخذكم بجولة جميلة جدا عن صناعة الذهب، راح نتعرف عن المستورد وايضا المحلي وكيف تكون انتاج الذهب. السلام عليكم. سلام. شلون الصحة؟ الله يسلمك. اليوم ويحاج رياض، اليوم راح نتعرف على الذهب وصناعته، واكيد هذه الورشة اللي تمتلكها اكيد من زمان. حاج رياض، هذه الورشة فقط انتاج؟ لا، هنا نصنع اشكال، يعمل سوارات، قرادين، جناجيل، يعمل نصنع. وعدي اخويا فاضل هو اللي يصرف للمعارض، والذهب مالتنا ما ينزل الا نختمه من الدولة. شلون الآلية؟ اول شيء نبدي مثل قردانة نسويها، زين، نجي نصب الذهب، ورا ما نصب الذهب نفصله، نسحبه من الماكينة، هاي الماكينة، ورا ما نسحبه من الماكينة نفصل الشيء اللي أريده، أي شيء يعمل قردانة أو سوارات أو زناجيل أو جناجيل، كملها، حمها، نخلص، نجليها، وراها نهلشها، ورا ما نهلشها نوديها للسيطرة النوعية، يطمغوها ويطلع أبو حسين يصرفها. 1979 أنا اشتغلت بمنطقة باب القبلة من الكاظمية، السادي رضا التراش الله يرحمه توفى، اشتغلت من 79 لحد هذا اليوم. أنا اشتغلت، زين، أول ما اشتغلت بدايتي استقليت، يعني من واحدة قمت أشتغل بالاثنين 1982، قمت أشتغل أول عمل عملته، كنت اشتغل يعني قرادين على شكل طوق يسموها، وراها اختصيت بالشباك، تراتش الشباك، ظليت بيها حدود 16 سنة. وراها اشتغلت محابس، هسه انا مختص بايش؟ محابس الليرة، قرادين الليرة، سوارات الليرة، زين، وجناجل، واي شيء يجي صاير مثل ينطيل اخويا يقول له اريد مثل هذا النموذج، يجي نشوف النموذج نشتغل عليه. هاي نادى يسحب عندي حسين الذهب، يدخله وين؟ بالمكينه، يدخله حتى شنو؟ يقل السمك، السمك اللي يريده ايش قد؟ مثل قيش 20 قيت، 25 قيت، 30. أنا هسه دا أسوي إطار لليرة حتى أسويها ميدالية، أكو ميداليات بلا إطار وأكو بيها إطار، هذا بريس قياس يجي مضبوط من على الليرة وعلى نفس النمط اللي أشتغله. على مود الخفية أكو ناس يحبوها بلا إطار، عندنا هذا 21 وأكو 18 وأكو 14، بس إحنا مختصين شنو؟ بال 21 وال 18. طبعا تركيز واناره وشنو العداله، اهم شيء العداله بالعمل. زين، اكو يعني هذه هسه مثل نشغلها بلا اطار، وذن الليرات نطبعهن بالبريس، هذا شلون البريس؟ هذا البريس الوراية بقوالب عدي، ونطبعهن الليرات عدة أشكال، أكو على شكل قلط اللي ماشي هنا عندنا بالعراق، أكثر شيء الليرات هذولا منو منطقة الغربية يحبوها، وجنوبهم أيضا العراقي أفضل. ليش؟ لأن السيطرة النوعية إذا 875، إذا 873 72 ما يطمغوا على نقاوة الذهب النسبة. زين، هاي كملناها، هسه شو هنسوي لها؟ هنحط لها عراوي، هاي ادوات
طبعا ما تقدر الا ادوات مخصصه، هذا نسميه دمباريك. دمباريك يعني تعرف الدنيا مو مثل قبل 10 سنين. استيراد الذان هواي ان الذان الاستيراد. هاي المرحله الثانيه جلايه، هذه جلايه تحول الذهب من اسود الى اصفر، شوره وشناذر. هذا يعني من تشيل طبقة السواد عن الذهب، هو الذهب باقي نقي بس انت مذب عليه نار يصير اسود. بيش الرجعة؟ الرجعة بالجلاية. هذا نذبه بالهلاشة. هاي هلاشة شيل الطبقة الغامضة عن الذهب، كل ما يظل اكثر لمعتك تكثر. نذبه بالنشارة حتى شنو ينشف من الماي وتطلع اللمعة أفضل. حاج رياض شكرا جزيلا لك على هذه الجولة الجميلة، تعرفنا من خلالها كيفية صياغة الذهب وأكثر من عملية يحتاج جهد وتركيز. نشكركم على مجيئكم وبينون صناعة الذهب، وإن شاء الله أي وقت تجون إحنا حاضرين. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أبو حسين. شكرا جزيلا لك حسين، وجولة جميلة كانت. إذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم عن صناعة الذهب أو صياغة الذهب، لكن المشكلة اللي يعانون منها هي المستورد. لو يقولون احنا نقدر نغطي السوق العراقي، لذلك الورش قلت وأيضا بعض المصانع أغلقت بسبب المستورد. لازم انه يكون اكو توازن ما بين النسب، ما بين المادة الموجودة بالسوق العراقي وما بين المستورد، حتى ما يكون بخس حق لأحد الجهات. إذا وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، نرجع إلى استوديو فراد داركم. شكرا لزميلنا علي سعد وايضا لزميلنا ايهاب. يمكن احنا دائما نشوف هذه المحلات من نروح المراكز التجاريه، من نروح للمراقد المقدسه، نشوف يعني تنشط تجاره الذهب ومصلحي الذهب والصواغ او الصياغ اللي يشتغلون على الفضه والذهب. لكن نشوف يمكن آمنة توافقني، كل بلد له لونه الخاص وفنه الخاص. يمكن العراق له لونه الخاص، إيران لها لونها الخاص بصياغة الذهب، تركيا له لونها الخاص. لذلك فالمستورد من يدخل، اكو ناس تحب الموديل اللبناني مثلا، اللبناني التركي آمن اليوم عجبها تلبس فد قلادة تركية ما تلقاها بالعراق، لكن ممكن أنه الصائغ العراقي يقلد الموديل اللي موجود بذهبنا العراقي. بمعنى أنه لو عادت المصانع اليوم أو المعامل بوجود قوالب متعددة بعيدا عن القالب العراقي اللي احنا متعودين عليه، الصياغة العراقية، البعض مسلبياتنا ومهات قبل اللي حد أن يحبون موضوع الصياغة العراقية. أول شيء لأن موديلاتها قديمة، مو فقط لموديلاتها القديمة، أول شيء كما كانتها، وثاني شيء يعني بالنسبه للصياغه سعر الصياغه العراقيه تكون ارخص واقل من سعر الصياغه بالنسبه للمستورد، بالاضافه الى وجود كثير من الموديلات. لكن زين انا عندي سؤال، شو انت ما تلبسين ذهب كله فضه؟ لا يعني هيك معجوجه وياك استاذ حيدر لو انت تحبين يعني. لا بالعكس، الله يديمه ويديم الخير عليك. الله يرزقك ان شاء الله. زين ليش ما تلبسين ذهب؟ يعني هو هنا هذا يمكن اشوف اكو بعض النساء امهاتنا شو تقول كانت؟ شو يقولون؟ تقول الذهب ما يحب اهله يلبسوه او ما يحب صاحبه يلبسه. عدل من المشتري. يعني هاي دائما اسالها هسه يعني امك وراح تقول لك هذا الموضوع. بيبتك الله يرحمها. تقول الذهب من تلبسه مرور الوقت يبدي يعني يفقد اللمعه مالته والرونق. الفضه يحب صاحبه دائما يلبسه، بحيث انه من تترك الفضه فتره معينه يتغير لونه وفعلا الذهب من تلبسه يعني فتره طويله يبهت لونه دضمه شويه. فدائما يقول لك الفضه من باب انه الرزق، من باب انه يعني انت امنه تردين عيون لو انت صدق ما تقتيني من الذهب. لا امانه يعني يعني هاي امام الجمهور كلها عندي حلقه ومحبس فقط ذهب. اي بس الحلقه يعني لا زنجي لا تراتي وهالشيء.
زين ليش يقول لك يعني احنا نعرف اللي يقول لك الذهب زينه وخزينه. شوف كان سابقا ليش ما استخدمتيه كخزينه؟ هو استخدمته العاده ليش ما عندي هسه. كان سابقا يستخدموه ذهب زينه وخزينه. زين هسه امهاتنا القبل راح يقولون راح يعيدون هذا المنطق لان كان اسعار الذهب اول شيء جدا جدا رخيصه. هواي نسوان كانت اللي تزود من فلوس رجلها بنهايه الشهر تسويهن ذهب تسويهن السوق تسويهن ذهب. هسه انت ما تقدر روح انزل هسه يوم كنيشان انت ما مشتري نيشان انت بالست ملايين سبع ملايين وبالتالي صارت مو زينه وخزينه فقط زينه وخسائر اصلا. لا وهسه بالاونه الاخيره يعني شوف مرات اتذكرت كان ويانا ولد بالكليه بالقسم الداخلي مشاهدينا الكرام وهواي من الطلاب مارين بهذا الموقف. والله ذكر يفتح سبيكر ويوم تقول له يما ابيع لك المحبس مالتي على مود تجيب الشغلات مال التخرج. هو كان يريد يتخرج يحتاج قاط ويحتاج هاي بيا سنه هاي احكي لك بال 2013 2012 كان قلت له يما راح ابيع لك المحبس والله واسمح وتكسر خاطره راح ابيع لك المحبس حتى تشتري هاي الشغلات وتشارك بالحفله زملائك واصدقائك مال التخرج. شوفي الذهب دائما يسد حاجه اكيد يسد حاجه يمكن هواي ناس تمر لكن هسه المشكله يعني ما قام يسد حاجه لكون انه انت اليوم تشتري بسعر يقولون لا ويقولون هسه يعني افضل استثمار هو استثمار الاراضي والذهب. جيد هو هذا هذا سر اليوم نجاح كثير اليوم قد تكون مثل عندنا عندنا مصطفى من اللي عنده راس مال مثل مصطفى مصطفى ظل يستثمر بديعا ما شاء الله. نروح لمحافظه عزيزه علينا جدا الى كربلاء المقدسه. كربلاء ظهرت لنا بها طاقات وشباب حلوين هواي، عندنا زينب من ذول الشباب او البنات اللي تنوعوا بما يقدمونه من مجالات ابداعيه، رسامه لكن على الهواء الطلق، خلينا نشاهدها ونرجع خليكم يعني. هاشم من كربلاء طالبة مرحلة رابعة علوم كيمياء. كنت أرسم من طفولة لكن رسمي كان بسيط. قررت 2017 أنه جديا أستمر بالرسم وأتدرب. دربت لوحدي حد ما قوى رسمي. بديت أرسم شخصيات وأستقبل طلبات رسم. الحمد لله أنه أهلي شجعاني معنويا. قررت أرسم المكان عام الفكرة لأنه كلش الفكرة عجبتني ولأنه أريد أكسر حاجز الخجل بيني وبين نفسي والمجتمع. رسالتي للمرأة إنه لازم تتخطى حاجز الخجل بينها وبين نفسها، تثبت ثقتها بنفسها، تثبت ثقتها للمجتمع. المرأة إنه عنده من تعمل يعني شيء كلش حلو. وظاهر يعني كلش يعني اشوفها انا رايي الشخصي ظاهره طبيعيه لان المراه ما عندها دخل يومي اي مراه مو الا الاخت. فانا من المحفزين على هذا الشيء وانا واحد من اللي يعني رسمتني. انا ايد هذا الشيء وايد اي امراه تحب تشتغل لان من حقها هذا الشيء. لان حتى النبي محمد وصانا بالمراه لان هي زوجته كانت اكبر تاجر من المنوره. كانت اللقطة الأخيرة جميلة جدا بوجود الفرات داكم ولوجو الفرات. شكرا للمبدعة والرسامة المتألقة. يعني كثيرا اليوم من بناتنا الجميلات المبدعات يجب أن يكونون ظاهرين اليوم على الساحة وأكيد هذا من خلال الإعلام والبحث عنهم. أهم موضوع أنه أنت اليوم كيف تبحث عن الأشخاص اللي ناجحين بالمجتمع واللي قد غطتهم بعض الأمور ما صعدوا وما أخذوا مكانهم.
النجاح يمكن ما يجي بسهوله، واحنا بدينا واستهلينا الحلقه بهذا الموضوع، انه انت اذا تريد تنجح لازم تكون محارب وتحارب بسيفين وتقاتل. يعني شوفوا يمكن هوايه هسه اي واحد نموذج ناجح من تروح تساله شلون نجحت راح يقول لك اني مريت بهوايه صعب وفشلت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه واحتمال سته حتى حققت هذا الهدف ونجحت. لذلك هواي من الشباب للأسف بأول خطوة يقوم بها بس يتعرض لفشل بسيط ينسحب، وهذا الانسحاب هو هزيمة. نعم. لذلك حاول لا تنسحب، حاول تعيد الكرة مرة ومرتين وثلاثة، ثق أنت راح تحقق نجاحك من تعاود الكرة مرة ومرتين وثلاثة، وكل ضربة ما تقتلك هي توعيك، كل ضربة ما يعني ما توجعك لا الضربة اللي ما توقعك تقومك. فأنا ايش أقول؟ أقول أنت يا شاب، أنت يا شابة أكيد عندكم مشاريع، عندكم طموحات بحياتكم تحبون تحققوها، لكن بأول بدايتكم وأول باية تصعدوها راح تشوفون هواية حفار، راح تشوفون هواية عقارب وحياية، حاولوا هذه فليت سم كذا تعبروها ولا تتراجعون، من تتراجع أنت راح تخسر. مر عليك أنه كثير من الشباب يقول لك ونكو موضوع نجاح راح تضرب له امثله عن فلان وفلان، راح يقول لك لا بالواسطات وبالفلوس مشاهن ونجاح. هاي دائما موجوده صحيح. هاي دائما موجوده نسمعها، مع العلم انت لو ترجع لذات الشخص نفسه يعني مو ذاق المرار، لا يعني تعب الى ان وصل، شقى الى ان حصل مثلا اشترى سياره، شقى وتعب وسهر الليالي الى ان بنى البيت، وبعدين بالاخير يجيك شخص لعل على الخاطر يقول لك ايه فلان عوفك، وكانه ما عرف يعني يضربون بالتخت رمل، وما يعني اكو امور يعني ما تتخيلها، الاحاديث والاقاويل اللي تنحكي عنك وبظهرك، مع العلم هو لو يبحث عنك ويشوف شنو اللي مريت انت اليوم من يعني من ايام حياتك من صعوباتها، من ماكل، من مشرب، من ملبس، معاناتك بالدراسه، معاناتك بالروحه والرجعه، معاناتك بمواضيع بسيطه جزء بنظره اللي هو انحرم من عندها من اجل انه ياسس لنفسه، ياسس لاطفاله، ياسس لعياله، هو كان سر نجاحه اللي هو الطموح والمثابره. وما اتوقع انه انت اليوم يا علي لو ثابر وتسهر من اجل نجاح مشروع معين في بالك، ما اتوقع ها اكو شغله، متى ما كان عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى وثقه تامه وكامله الانتكال على ربك واعتقد بالله راح تنجح. اما اذا انت تقول لا الله ما يحبني، الله ما يردني انجح، هاي هواي من الشباب هواي ذولا يعني السلبيين. يعني انا دائما اقول انه انت خلي اول انتكالك، يعني اي واحد ناجح تروح تساله حتى اذا كان مو مسلم، والله حتى اذا كان مو مسلم تروح تساله تقول له انت شلون نجحت، يقول لك انا اول ما بديت امنت بربي وانتكلت على رب العالمين، ومن انتكل على رب العالمين كل الابواب تنفتح بوجهك. لكن اقول للشباب وللشابات واللي يتابعونا، انت الشيء ما تحبه لو طق راسك 100,000 حائط ما تنجح به. يا اخي انت مو مصور وتريد تصير مصور، ما تصير، انت هذا الشيء مو اختصاصك، ابتعد عنه، روح صير مقدم. صير مقدم مثل علي، اكو امور ثانيه الله يبعدك عنها، يعني الله سبحانه وتعالى بيحكم كتابه يقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا. وقفه صغيره ونرجع، خليكم ويانا.
إذا بعد ما شاهدنا بالفاصل القصير أكيد أعود معك علي لنرحب بضيف حلقتنا هذا اليوم. حياك الله أستاذ وأهلا وسهلا بك. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم تحدثنا عن موضوع النجاح. سبقناك وهو يحكينا. وأسرار النجاح. اليوم لو أريد نتحدث عن ما بعد النجاح، كيف من ممكن أن أحافظ اليوم على هذا النجاح وعلى المستوى اللي وصلت له اليوم؟ جميل جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. طبعا يقول الوصول للقمة شيء سهل، لكن المحافظة على القمة هو شيء الأصعب. دائما تأتي الإخفاقات والانهزامات والانهيارات بعد النجاحات، بعد النجاحات، إذا ما عرفنا أن النجاح هو الوصول إلى الغاية والوصول إلى الهدف. لكن أكيد كل غاية وكل هدف تختلف عن الحصيلة. بعض الأحيان الناس تضع نفسها ما بين معادلة إذا ما نجحت فأني فاشل، وهذه المعادلة غلط وسيئة جدا، وكثير من الناس يقع في هذا الفخ. لأن لدينا مصطلح يسمى بالحصيلة، يعني أنا إيش حصلت اليوم؟ أكيد كل سعي بنتيجة، ولو كانت هذه النتيجة متواضعة، نتيجة بسيطة، لكن مهما يكون أنا حصلت. حلوة، ما الآن إيش حصلت؟ هواي بينا من يمشي بمشروع آخر شيء من يوقع بمشكلة صدعي مادي يقول لك أنا إيش حصلت؟ جميل. ماني فقدت كل شيء، انطيت اللي قدامي واللي وراي وبعد ما ظل عندي، ما بيدي شيء يعني أسويه. صح، فعلا، لذلك يقولون أنه لا يوجد هنالك فشل وإنما تجارب. حلو. كل خطوة نخطوها بالحياة باتجاه السعي والإنجازية والأكشن والتطبيقات لابد فيها فائدة، وإن كانت هذه الفائدة دقيقة لربما ما ترى أو لربما ما ترى نتائجها، لكن على المستوى البعيد هي تفيدنا كناس تنفيذيين، ما نعتمد على قضايا التسويف والمماطلة والتراخي فيما بعد، وإنما الحركة مثل ما يقولون أحسن. يمكن دائما الشباب يواجهون ضغوط الحياة وصعوبة الحياة وكثير من اللوفات والطسات اللي يواجهونها بحياتهم، واللي هو راح باختصاص مختصاصة بمجال الأكاديمي تحبط عده أو تخليه يعني ينظر نظرة تشاؤمية للحياة، يقول لك أنا بعد أي مشروع أنا دراستي مو راحت مثل ما أنا رايدها، أي يعني أنا الزوجة ردتها كذا طلعت، يعني سبحان الله تجي هذه الامور. هذا الامر واضح. شنو الخطوات الاساسيه اللي يشتغل عليها الشاب قبل ما يرتبط، قبل ما يروح كليه، يهيئ نفسه حتى تكون بوابه لنافذه، بوابه لهدف بعيد؟ شنو هي الخطوات؟ اربع امور فقط. بس اربعه؟ اربع امور فقط، نعم. ذول يطلعون يتولولون يمشون، اربع امور بس؟ نعم، وهي هذه اسلوب حياه، لابد ان نعتمد في حياتنا مجموعه من الاستراتيجيات. حتى انا ما كل شيء اجربه ولا كل شيء اخذ رايه. اكو احد الاشخاص هو متسول، جلس في حديقه، جلس بصف شخص متسول اخر. المتسول الاول قال للثاني، قال له انت شنو اللي يوصلك لهذا المستوى من التسول والتشرد؟ قال له والله اني ما كنت اخذ حكايه اي واحد، اي واحد ينصحني زين مو زين ما اخذ حكايته. فرد عليه هذا، قال له زين انت اللي يوصلك شنو؟ قال له انا كنت اسمع كل كلام الناس. شوف التناقض. فيجب ان يكون عمليه توازن حتى بالاستشاره، اربع امور حتى قبل لا ندخل لمشروع تجاري، عندي بزنس، دراسه، عمل، زواج، اي شيء اي شيء اي شيء. هذه الرباعيه اذا ما اخذناها بنظر الاعتبار ممكن انه تساعدنا كثير، حتى اذا اخفقنا في وسط الطريق تعرف احنا نسميها يتشنقل على الطرفين. اي شيء ممكن يصير بحياته ممكن، يعني انا اليوم ما اخرب علاقتي ويا علي لامر معين يعني، وما اخرب علاقتي ايضا ويا صدعي مات، لان يجوز انه انا يعني من خلال كلامهم اتشنقل يعني بالطرفين، واي واحد يكون يعني تكون مصلحتي وياه هو راح يفيدني، ممكن اسير بالمسار اللي هو يرسمني اياه. فعلا، لذلك دائما الشاب اي شخص قلنا يسال هذه الاسئله الاربعه. اولا ما تحب؟ دائما أنا أركز على الشغلة اللي أحبها، لأن الشغلة اللي أحبها هي الوحيدة اللي أبدع بيها، اللي أبدع بيها واللي تعطيني عنصر المطاولة والاستمرار. أنا هو يقول لك ما أعرف شو اللي أحبه، مستحيل، هذا المحير اللي ما تعرف شو. ربما بعض الأحيان ستأمن السؤال خطأ بعض الأحيان يعني. فلذلك ما نقدر نتوصل، لذلك اليوم عندنا شيء اسمه مدرب الحياة. مدرب الحياة ترى ما يضع لك حلول، وإنما يسأل أسئلة صح يلج إلى عمق المقابل حتى يستخلص من عند الإجابات اللي بعمقه. جيد، هذا أولا. فإذا أولا يجب أن تعرف ما تحب. ثانيا الحب وحده أيضا لا يكفي، لا يكفي طبعا. وإنما ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي ما تتقن.
عادة أنت الشيء اللي تحبه اليوم، شخص يحب الرسم، يحب التقديم، يحب التصوير، يجب أن ينتقل للخطوة الأخرى اللي هي ما تتقن هذا، تتقن هذا الشيء اللي تحبه. ثلاثة، ما ينفع الناس كثيرة هي المهارات والفنون والعلوم، نتعلمها بس ما بيها طلبية قوية، ما بيها يعني سوق قوي مثلا. فما ينفع الناس هذا ثالثا. رابعا، ما يضر أموالك. زين، إذا هو ينفع الناس بس أنا ما أحب، شلون بهذا الحال؟ هو لازم تبدأ بالتسلسل. أول شيء حتى أنا ما أتعب نفسي ولا أفوت بأماكن لربما ومناطق هي مو مناطقي أساسا، فلذلك أبقى طول حياتي أخذ مود المعاناة. يعني مو ثعلبة، إحنا مو ثوبنا أبدا. لذلك التحديات والصعوبات والمشاكل هي جزء من الحياة طبعا، لكن المعاناة اختيارية. يعني كثير من الناس أنه حينما يخطئ، حينما يخفق، ما يركز على أنه شلون يخرج من هذا الحل والمشكلة، يبقى يعاني داخل القوقعة، يبقى يعاني وبهذا الموضوع يظل يولول ويعني يعتب على خصوصا أنتم النساء، يعني الرجال يمكن نقل عندنا هيك أشياء. لا هو لا، النساء مباشرة تنهار، يعني يمكن لأن هي كتلة من العواطف تنهار وتظل تبكي توزع انذار في سبيل تطلع إشاعة والكتلة من العواطف. والرجل أيضا كتلة من العواطف، لكن بعض الأحيان الرجل ربما يقول لك هذا مغلف بالمنطق شوية، عند العقل مغلف بالكبرياء، مغلف بالرجولة، ما ينطي شوية من نفسه، أمات تربيته ربما تخليه ما يقدر يقول أنه أني خطأت أو أني خل أبكي أو خل أتألم أو خل أعاني، فيبقى يكابر. فلذلك يشوف النوبات القلبية وغيرها على الرجال أكثر من النساء. المرتاحات يعني يكتم، لا يكتم في داخله، ما حد قال لك يوم يومين ينفجر. نعم، هي لا تحتاج فقط بعض الأحيان هنا نقطة الضعف، خل أساندك شوي. يا يعني الله نسل. يا الله، أخيرا وأخيرا مشاهدينا الكرام. نعم، فقط يعني المرأة عندها يعني احنا نسميها عضلة القرار شوي، دائما تكون ضعيفة، حتى إذا بعض الأحيان هي متأكدة من هذا مسارها تحتاج السبورت والدعم. زين، هاي فقط في حياتها. يعني اليوم أتكلم عن كوني اليوم امرأة، يعني قد يكون هذا عملية الضعف بإعطاء القرار فقط بحياتها، لكن من جانب الرجل إذا كان هو يحتاج إلى مساندة بإعطاء القرار، بالعكس شيء تدعمه وتنطيه القرار الصائب. لا واكو شغله، عفوا المقاطعه، مرات الرجل هو مقتنع بقراره بس يجي يستشير هو، حتى اذا كان يشوف انه هذا مؤيد له لا، اذا قال لا مسرق لا اوكي انا مقتنع بقراري، مو صحيح؟ يعني اكو تفصيله كلش مهمه راح اخليك الجواب، بس انا امنه تسلسل الاسئله شوي، وخصوصا هم النساء يعني ما تطول مجال، يعني والله ما تطول مجال ولا تخلونا نسولف. اوكي تفضل جاوب بين ما رجع السؤال. يعني يعني انا فقط هذا نموذج هو يسمون طبعا نموذج ياباني يسمون نموذج اكاي. واتمنى كل الاصدقاء والشباب اللي يسمعونه، هو قبل دخول اي مشروع واي عمل اسال نفسي هاي الاسئله الاربعه: ما تحب، ما تتقن، ما ينفع الناس، ما يدر أموالك. رجعت للفكرة أستاذ عمان، يمكن ما خاب من استشار. نعم، احنا دائما نقول الاستشارة حلوة انه تستشير الأكبر منك، ممكن حتى الأصغر منك إذا هو صاحب فعلا تجربة، لكن أكو مشكلة مرات أنت تستشير شخص بفت قضية بمشروع معين، شوف هذا الشخص يعني ما دعم حقيقي، ممكن هو حتى إذا أنت كانت فكرتك ناجحة وكذا، ممكن يعطيك فد أسباب، ممكن يسرق الفكرة منك. يسرق الفكرة. زين، أنا شلون بهاي الحالة أعرف منو الاستشيرة؟ جميل. يعني هواي شباب يقول لك أنا أريد استشير، بس منو الاستشيرة؟ يعني ما عندي بوصلة حقيقية وإنسان يعني صدق يخاف عليه ويريد يكون داعم لي. جميل. أكو حكمة صينية تقول: إذا أردت أن تستعلم الطريق فاسأل العائدين منه. حلو. اجعل مشورتك في ألف وسرك في واحد، ما خاب من استشار مثل ما تفضلت. لكن الفكرة تكمن أنه من نستشير، هذا السؤال اللي حضرتك. المستشار لابد أن تكون لديه مواصفات خاصة. أولى هذه المواصفات هي الصدق، الأمانة، الحكمة، والخبرة، والعلم. ذن الأمور الخمسة يجب أن يتوفر في شخص معين حتى نستشيره. طيب هسه هذا وينه؟ وين نلقاه؟ موجود، هو كثير موجود. يقف عن هذا النقطة مهمة جدا. أنا قبل قليل ذكرت أنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يقول: استشر عدوك العاقل ولا تستشر صديقك الجاهل. الجاهل، هذه نقطة مهمة جدا، لأنه بعض الأحيان الحكمة ضالة المؤمن.
أينما وجدها أخذها، أو أينما وجدها كان أحق بها. أنا بعض الأحيان أستفيد من الكتاب الفلاني اللي ألف لربما شخص وجودي، لربما شخص براغماتي نفعي غيره، لكن أنا أستفيد في جزئية المعلومة الصحيحة، وليس بالضرورة أنه أنا نهائيا أتقاطع مع الجميع على اعتبار أنه هذا مو من ضمن منافس مذهبي أو مذهب الفكري أو لربما ثقافتي، فأنا أخذ الحكمة أطلب العلم ولو كان في الصين. قبل ما نختم أستاذ عماد، يمكن هو نشوف من مشاهير المواقع التواصل الاجتماعي إذا عدفت فكرة يطرحها على جمهوره، أنا عندي هيك مشروع وأنا عندي هيك فكرة، برأيك هذا الشيء صحيح لو غلط؟ يعني إحنا كنا ننتقي الناس، لأن أكو جمهور عام، أكو طبعا أكو فئة من الناس هاي وظيفتها الإحباط والتحبيط، حتى إذا شوف فكرة ناضجة ولربما أكو ملامح نجاح لهذا الشخص في هذه الفكرة. فأنت ذكرت نقطة جدا هامة، ربما الفكرة بعض الأحيان تسرق. نعم. تسرق، وفكرة برنامج، فكرة كتابة، فكرة مشروع. لذلك احنا نختار الشخص الامين كصفة جوهرية في هذا الشخص اللي نستشيره. احسنتم، يعني الحديث يطول بهذا الموضوع، ولكن يعني لسبب سوء يعني الطرق، وبالتالي هذا كان اثر. شكرا لك استاذ دكتور عماد، شكرا لوجودك ويانا، ضيف عزيز وخفيف الظل، واجاباتك كلش جميله ولطيفه. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام المشوار، ان شاء الله نشوفكم بحلقات قادمه مباشر عقبه، ويمكن هم انا وامنه ان شاء الله. في امان الله، ودعناكم.